وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امبارح أعلنت عن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية أخيرا للعام الدراسي 2019-2020، وأعلنت كمان عن دخول 5 مدارس جديدة لمنظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداء من العام الدراسي اللي جاي 2019-2020، علشان هيبلغ عدد المدارس ل40 مدرسة. عشان نعرف أكتر بقى عن التجربة اللي بدأت السنة اللي فاتت واللي كتير كانوا منتظرين النتائج بتاعتها، فتعالوا بقى نسأل الأستاذ مالك الرفاعي مدير وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية. أهلا بحضرتك يا فندم، وزارة التربية والتعليم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الورد يا فندم. صباح الورد، وعايزين تفاصيل أكتر عن الخبر ودخول أو بداية العام الدراسي للمدارس اليابانية. والله إحنا السنة اللي فاتت اشتغلنا في 35 مدرسة، ال 35 مدرسة دول موجودين في 21 محافظة. السنة دي احنا بنضيف ليهم 5 مدارس في محافظتين جداد دخلوا لأول مرة السنة دي، اللي هي سوهاج وأسوان، آسف سوهاج ودمياط وكفر الشيخ، دول الثلاثة الجداد. عندنا مدرستين، مدرسة أسوان، عندنا دي تاني مدرسة في أسوان، وعندنا مدرسة تانية في الدقهلية، ودي تالت مدرسة لينا في الدقهلية. المدارس كان عليها إقبال كويس معقول السنة اللي فاتت، لأن التجربة كانت جديدة ودي أول مرة بتطبق في مصر. إن إحنا بنطبق الأنشطة اليابانية اللي هي أنشطة التوكاتسو في إطار اليوم الدراسي للطالب، عشان ندي للطالب جزء من المتعة في تقبل المواد الدراسية، لأن الأنشطة دي بتساعده إن هو يشارك مع زمايله ويشارك مع المعلم ويشارك مع إدارة المدرسة، وإن ولي الأمر يكون موجود مع ابنه أو مع باقي الأطفال في المدرسة، بيساهموا مع بعض بحيث ان اليوم ده بس يخرج من الاطار الجامد المتقولب له، ان الطالب راح يقعد على الديسك يسمع المدرس يخلص اليوم يروح. لا، الموضوع بقى اخد شكل مختلف، وفعلا الاطفال في المدارس استفادت من ده وتاثرت بده، وفعلا بدا يبقى في اثر موجود. عملنا الخبر اليابانيين عملوا لنا دراسه كده السنه دي وادونا النتيجه المبدئيه ليها، ان فعلا في تاثير حصل على اولياء الامور وعلى الاولاد بعد تطبيق الانشطه في المدارس لاول مره في مصر. يعني نفهم حضرتك برضو هنا من الشروط انه لازم الاسره تبقى موافقه انه امكانيه تعديل الجدول، انه الجدول هيبقى فلكسبل على قدر الحاجه. وكمان حضرتك كنت اشرتوا الى فكره طبعا في شروط بالنسبه للسن وبالنسبه لمحيط المدرسه، يعني لازم الطالب يبقى موجود في محيط المدرسه اللي بيتقدم ليها، صح كده يا فندم؟ انا هوضح لحضرتك الثلاث امور. اول حاجه فيما يخص الجدول الدراسي، لا، الجدول الدراسي ما فيهوش فلكسبيليتي بالشكل اللي هو ان الناس فهمته. هي الفكره كنا ان الجدول الدراسي ثابت، ولكن الانشطه هي اللي متغيره. يعني المواعيد ثابته، لان الناس فهمت انه في مواعيد ممكن تكون متغيره، صح كده ولا لا؟ لا لا، هو لا. لا هو المواعيد متغيره، ان احنا عندنا في جزء وقت للانشطه تم دمجه مع اليوم الدراسي. اليوم الدراسي داخل المدرسه المصريه اليابانيه مختلف عن باقي المدارس. ممكن يزيد نص ساعه، ممكن يزيد نص ساعه، ممكن يزيد 40 دقيقه، ممكن يزيد 60 دقيقه، على حسب احتياج الانشطه. حلو، ماشي، دي اول نقطه. مش هنأثر في وقت اليوم الدراسي عشان خاطر الطفل يروح بدري، وفي مقابل انه يخسر جزء من وقت الانشطه بتاعته. دي نمره واحد. دي نمره واحد. الجزء الثاني، الجزء الثاني اللي يخص السن. السن. احنا عندنا من السنه اللي فاتت في جدول للسن. جدول للسن ده لا استثناءات فيه خالص. ان الطفل بيخش عندنا كي جي 1 من 4 لـ5 سنوات الى يوم واحد. وكي جي 2 من 5 لـ6 سنوات الى يوم واحد، ومن اولى ابتدائي من 6 لـ7 الى يوم، وثانيه ابتدائي من 7 لـ8 الى يوم. حلو. الاسر تشوف السن المشروط فين؟ يعني في وتخش على الويب سايت مثلا، او تعرف تقدر تعرف التفاصيل دي منين؟ احنا عندنا منصه التقدم للمدارس المصريه اليابانيه بتريح ولي الامر تماما من هذا الامر. حلو. ولي الامر مطلوب منه انه يحط الرقم القومي للطفل، وده موجود في اعلى حته في شهاده ميلاد اي طفل، هم 14 رقم زي الرقم القومي بتاع حضرتي، بتاع حضرتك وبتاع اي حد في مصر. الرقم القومي ده 14 رقم، مجرد انه بيسكن الرقم او بيحطه في المكان المقابل
مخصص له في منصه التقدم بيتسن الطفل بيتحسب اوتوماتيك في 1/10 هو سنه كام والمرحله المتقدم اليها هتبقى ايه. هايل جدا. ناقص بقى اخر خطوه اللي هي المكان الجغرافي او الحيز الجغرافي. المكان الجغرافي المكان الجغرافي دوت ده كان توصيه من الجانب الياباني وبعد ما اطرحت على وزاره التربيه والتعليم الوزاره قابلتها بشكل فيه اريحيه كبيره. ليه؟ لان الطفل مش مطلوب منه ان هو باباه او مامته يقعدوا ساعه او ساعه ونص او ان الطفل يقعد في الباص ساعتين او ساعه ونص عشان يروح المدرسه وكل يوم عشان يوصل المدرسه. فاحنا حطينا هي مجرد ريكومنديشن او ريكومنديشن لكن مش الزاميه. لا هي يعني توصيه الى حد ما ملزمه لانها بتدي اولويه في القبول. يعني احنا واحنا في منصه التقدم برضه وليه الامر مطلوب منه ان يقدم احد عنوانين او عنوانين اثنين، العنوان المثبت في الرقم القومي والعنوان الثاني يمكن اثباته. العنوان الثاني ده بيبقى في حال ان ولي الامر مش ساكن في المنطقه اللي بجوار المدرسه فممكن يجيب لنا عنوان ثاني هو ساكن فيه وغير مثبت في البطاقه الرقم القومي عشان خاطر يقول لنا ان انا قريب من المدرسه. ومدين له اختيارات، مدين له الحي، مدين له المدينه، مدين له جهاز، مدين له اسم الشارع، مدين له كل حاجه يثبت لنا هو ان هو قريب من المدرسه عشان نتلافى مشكله ان الطفل يقعد في الباص ساعه ونص او ساعتين كل يوم. طيب دي مصلحه الطفل على فكره مش لمصلحه المدرسه خالص. تمام استاذ مالك، يعني باختصار او ببساطه عايزين نوضح للمشاهدين فلسفة نظام تعليم التوكاتسو. فلسفة نظام مش نظام تعليم، معلش خليني برضه عشان اوضحها للناس، هي منظومة أنشطة مصاحبة للعملية التعليمية. هي مش منظومة تعليمية، احنا مش واخدين نظام تعليمي الياباني بنطبقه في مصر. احنا واخدين منهم الأنشطة اللي هم بيطبقوها على مدار اليوم الدراسي اللي بتضفي نوع من أنواع المتعة للطالب عشان تخرجه من الإطار التقليدي للدراسة إن هو رايح الصبح واخد الكتاب يفتحه مدرس يطلع ومدرس يدخل وانتهى اليوم الدراسي على كده. لا هو رايح عشان يبقى في الفه بينه وبين الماده الدراسيه، الفه بينه وبين المدرس، الفه بينه وبين المدرسه. ودي احنا قدرنا نوصل لها السنه دي لان يعني فيها اكتر تركيز على تنشيط المشاعر الانسانيه والتفاعل ما بين الانسان والاخر مش كده؟ بالظبط بالظبط. ده مهم قوي. بالاضافه ان انت بالاضافه ان حضرتك بتدي للطفل بعض يعني عند الطفل بعض القدرات ان هو يقدر يعبر عن نفسه، ان هو يقدر يكون مشارك في العمليه التعليميه طبعا، ان هو يكون جزء من العمليه التعليميه وليس متلقي فقط. صحيح. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ مالك الرفاعي مدير وحده اداره المدارس المصريه اليابانيه بوزاره التربيه والتعليم.